أول حاجة أشكر قناة الإخبارية وبرنامجكم الرائع وجميع المشاهدين على إتاحة هذه الفرصة وهذه المداخلة. الله يحييك. الله يسلمكم. إيبكس هي ببساطة اختصار لمنظمة عالمية اسمها The Airline Passenger Experience Association، وهذه تعني منظمة تجربة مسافرين وركاب شركات الطيران. تعتبر هذه المنظمة يعني أحد أكبر منظمات العالمية المستقلة والغير ربحية المتخصصة في قياس أداء وخدمات شركات الطيران والتزامها بأعلى معايير السلامة والجودة. هذه المنظمة في فترة الكورونا وضعت عدة مبادرات ومعايير لسلامة وصحة المسافرين خلال فترة الجائحة، اشتملت على 58 نقطة وعشر مراحل، وقامت باستبيان المسافرين وتدقيق جميع هذه الإجراءات على كافة شركات الطيران. وبالإضافة إلى ذلك قامت بتوظيف شركة أخرى مستقلة لتدقيق هذه النتائج بشكل محايد وغير متحيز، وبناء على هذه النتائج صنفت شركات الطيران إلى ثلاث مستويات: ذهبي وبلاتيني وماسي. والحمد لله بفضل الله تعالى جاءت الخطوط السعودية بالتصنيف الماسي، وهو التصنيف الأعلى الأكثر أمانا وصحيا في العالم عبر تطبيقها الأعلى معايير السلامة وإجراءات الوقاية للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين. يوجد خطوط طيران أعلى من الخطوط السعودية في هذا التصنيف؟ لا يوجد حاليا، هي مجموعة من خطوط حصلت على هذا التصنيف، من ضمنها كانت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، وهو يعتبر التصنيف الأعلى في هذه الفئات. نعم، ما هي الإجراءات الصحية الوقائية اللي قمتم فيها خلال الفترة الأولى من جائحة كورونا؟ ولله الحمد يعني لدينا كانت خبرات متراكمة سابقة من خلال التعامل مع الجوائح السابقة مثل سارس ومتلازمة أو ما يعرف متلازمة التنفس الحاد وإنفلونزا الطيور H5N1 وH1N1 أو ما كان يعرف سابقا بإنفلونزا الخنازير وميرز متلازمة الشرق الأوسط. يعني هذه الخبرات يعني صراحة أكسبتنا وجعلتنا نضع بروتوكولات علمية للتعامل مع الأمراض المعدية على متن الطائرات. أصبح هذا التدريب إلزامي لجميع الزملاء والزميلات المضيفين. جميل دكتور محمد، بس هل السفر، يعني هذا التساؤل الأهم، هل السفر يعتبر آمن؟ يعني بما أنه مدير عام طب الطيران، أتوقع أنه هذا تخصص خاص بالأجواء الطبية والأمن في هالجانب، هل السفر جوا يعتبر آمن في فترة الجائحة؟ والله أستاذ الكريم، أنا لو ذكرت لك أنه جميع هذه الاحترازات وضعناها لكم في الاستوديو مثلا، لو عقمنا الاستوديو بمعقمات متطورة بدل تأثيرها لمدة أسبوع كامل، ورشحنا هواء الاستوديو بمرشحات هيبة فلتر، وقمنا بتعقيم هذا الاستوديو بمعقمات الترا فايلوت اللي هي سي بان، هل حتشعر بالأمان؟ هذه كلها بالإضافة للإجراءات الاحترازية. ولو ذكرت لك أنه مثلا هذا الاستوديو يتم تغيير الهواء في كل دقيقتين إلى ثلاث دقائق بالكامل بهواء جديد ونظيف ومعقم كل دقيقتين إلى ثلاث دقائق، تخيل هذه كل الإجراءات موجودة داخل مقصورة الطائرة. ممتاز. بالإضافة إلى أنه منظمة أياتا وCDC اللي هو مركز مراقبة الأوبئة والتحكم بالأمراض الأمريكية ذكروا في أكثر من دراسة أنه فرص انتقال مرض COVID-19 أو الكورونا داخل الطائرة هي أقل بكثير من في أي مكان آخر بفضل التقنيات الموجودة الآن. جميل. في واضح دكتور، واضح. شكرا لك الدكتور محمد العيسى.